تقام اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 البطولات التالية: بطولة الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. الآن مع تفاصيل المباريات. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. أولا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الثالثة وهي كالتالي: المباراة الأولى الداخلية ضد الأهلي تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والـ6 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2. المباراة الثانية انبي ضد الزمالك تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والـ8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 1. ثانيا مباريات دوري ابطال اوروبا، حيث تقام اليوم 8 مباريات بالجولة السادسة وهي كالتالي: المباراة الاولى ريال مدريد ضد سلتيك الاسكتلندي تقام في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر والـ9:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم بتعليق خالد الحدي. المباراة الثانية شختار دونسك الأوكراني ضد لايبزيج الألماني تقام بنفس التوقيت 8:15 بتوقيت مصر والـ9:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2HD بريميوم بتعليق حسن لايدروس. المباراة الثالثة ميلان الإيطالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 بتعليق حفيظ دراجي. المباراة الرابعة تشيلسي الإنجليزي ضد دينامو زغرب الكرواتي تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3HD بريميوم بتعليق رؤوف خليف. المباراة الخامسة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد شبيلية الأسباني تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2HD بريميوم بتعليق محمد بركات. المباراة السادسة كوبنهاجن الدنماركي ضد بروسيا دورتموند الألماني تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD2 بتعليق أحمد عبدو. المباراة السابعة مكابي حيفا الصهيوني ضد بنفيكا البرتغالي تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD2 انجلش. المباراة الثامنة يوفنتوس الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر والـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم بتعليق عامر الخزيري. ثالثا مباريات الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام اليوم 10 مباريات بذهاب دور الـ32 وهي كالتالي: المباراة الأولى يانج أفريكانز التنزاني ضد النادي الأفريقي التونسي تقام تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس. المباراة الثانية ريفرز يونايتد النيجيري ضد النصر الليبي تقام تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت ليبيا. المباراة الثالثة بريميرو دي أوغوستو الأنغولي ضد فيوتشر المصري تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والـ6 بتوقيت السعودية. المباراة الرابعة دي جوليبا المالي ضد الجيش الملكي المغربي تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت المغرب. المباراة الخامسة اسكو كارا من توجو ضد النادي الصفاقسي التونسي تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت تونس. المباراة السادسة بلاتو يونايتد النيجيري ضد الأخضر الليبي تقام بنفس التوقيت 5 مساء بتوقيت مصر. المباراة السابعة جمعية نيجيليك من النيجر ضد بيراميدز المصري تقام تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر. المباراة الثامنة كاب تاون الجنوب أفريقي ضد اتحاد الجزائر الجزائري تقام تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والـ5 بتوقيت الجزائر. المباراة التاسعة الأهلي طرابلس الليبي ضد شاشوما من جنوب أفريقيا تقام تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا. المباراة العاشرة الاتحاد المنستيري التونسي ضد نهضة بركان المغربي تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر والـ6 بتوقيت تونس والمغرب. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.